أولا التحوير صار لسد الشغور، كان هناك 3 شغورات في الحكومة، ثم التحوير قام في اتجاه إعادة هيكلة الحكومة وهيكلة جزئية تتماشى مع مقتضيات المرحلة اللي ذكرتوها أنتوما، مسألة الدينار، مسألة التجارة الخارجية، مسألة الإصلاحات، مسألة الميزان التجاري. يعني كل المشاكل ربما أو جزء كبير من المشاكل الاقتصادية اللي تعيشها البلاد اليوم حاولنا إعادة هيكلة الحكومة في هذا الاتجاه وإعطاء نفس جديد للحكومة، وهذا تم بالتشاور مع الأحزاب ومع رئيس الجمهورية، وأعتقد أني اخترت أشخاص على مبدأ الكفاءة، أشخاص معناه عندهم خبرة في تسيير دواليب الدولة، معناه أوبيراسيونيل كما نقولوا إيميدياتمون، وخاصة اخترت الأشخاص القادر على تنفيذ هذا البرنامج. وسيكون لكل وزير انطلاقا من يوم الأربعاء وأول مجلس وزاري للحكومة الجديدة رسالة تكليف واضحة ويقع متابعته حسب الأهداف التي سيقع تحديدها.